السلام عليكم. روح انت سبقني. شو حبيب تغري نسيتني؟ مالنا اسبوعين لعبين انا وياك. شو جابك لهون؟ حمل حالك والقلب. اوعى تغلط معي بالحكي. بسببك انت انا ضليت هون وما ترشحت للنهائيات. وانا شو دخلني؟ خسرتني المباراة اللي كنت لازم اربحها. لك انت شو عم تخبص؟ كنت بدك ياني خليك تفوز؟ لا حبيبي، انا ما فوت بمباراة وبخسر. هديك المباراة كانت مهمة لإلي يا غبي، وبسببك راح كل مستقبلي. انا مو مستعد خلي حدا يطلع على كتافي. ست امك ولا لا تغلط. لك انا ماني جاي لهون لاتخانق معك، جيت لشوف اللي عم يشغله فرحات. هو اللي بدي اياه. ايه روح من وشي. احكي لي وينه بالاول، ولما تلي بحمل حالي وبنلاح. انا ما عدت عرفت عنه شي من بعد هديك المباراة، تركني وما عاد بيا. بجوز ما بقى شفته، بس اكيد بتعرف وين بيروح وين بيجي. واذا بعرف انت شو بخصك؟ اذا عندك معلومات لازم تقولها. يعني هيك ببلاش؟ معك حق. ماشي، اصبح بعد شوي بطلع بلعب مع شي واحد واللي بربحه بيجي بعطيك ياهم. لا مو هيك، رح العب انا وياك، وهالمرة بتخسر قدامي بعدين بقلك وين بيكون فرحات. شو علي؟ ولا يهمك، انا موافق. اجا اسعاف، وين بلاقي؟ مهند تكين اغلو. علي 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 وينه؟ هو جوا هلا وقف النزيف، فوت لعنده. مهند انت منيح؟ تركوني بحالي، انا منيح. ماشي ماشي اخي، لا تحكي كتير. منيح من اول ما وصلوا هو على هالوضع. لعب اليوم؟ هداك الحقير ضرب على معدته، أكيد هو متقصده. انتو مين اللي خبركم؟ في هنيك واحد بعرفه، لما صار معه هيك دغري خبرني. علي اتصل فيني دغري، اجينا لهون مثل المجانين. لك انتو شو عم تعملوا هون؟ يا الله ليش سويت هيك؟ ليش؟ مؤيد اوعك تخبر امي وابي. ماما هي اللي خبرتني، هي بتعرف. ولك علي شو اعمل؟ كنت بحالة بتخوف، جسمك كله عم يرجف، شو بدي ساوي يعني؟ طمن ما رح يجوا لهون، حكيت مع بابا واقنعته يبقى مع امي. يا الله ما كان بدي اياهم يعرفوا، اكيد بيكونوا زعلانين مني. طبيعي انهم يزعلوا وكتير تأثروا. بانا حتى ابطال الجولف اجوا يطمنوا علي. يا سلام. انت ما لازم تحكي كتير مشان ما يفتح جرحك، لازم نخليه يرتاح لانه الدكتور من شوي هيك قال. مؤيد خود البنات، ما في داعي تضلوا، انا منيح. انا رح ضل عندك حتى انت روح معهم، ماني حابب شوف حدا.
أخي عم بلا خود البنات وروح. ماشي مثل ما بدك. يلا جميلة. علي خلي مؤيد معك اليوم، أنا بكرة بمرد عندك. يا جماعة روحوا لشغلكم، كل ساعة زمان وبطلع، ما راح ضل هون لبكرة. مهند لا، الله يخليك ريح حالك شوي، لأنه الشي اللي صار معك ما أنه سهل أبدا. لو سمحت اسمع الكلمة هالمرة مشان تقوم بسرعة. يا الله منكم كل واحد صار يعطي نصايح على كيف وحاجتكم. نق 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 فوق راسي أخي، خدهم وروحوا من هون. يلا طيب ماشي رح نروح. شوفك بكرة، لا تتحرش بالممرضات. ها ليش لا؟ الحمد لله على سلامتك. تسلمي. مهند أنا مستعدة لأي مساعدة. ومثلا إذا بدي موت؟ لا بعيد الشر، عن جد مهند إذا احتجت لشي اتصل فيني. ماشي يلا تفضل. شوفك بكرة. أخوك مهند في له أمانة معي، هاي الأمانة من أمك. بعرف عندي علم. الوقت ما مناسب إني له، شو رأيك تخبره أنت؟ لما يطلع بتعطيها. شش. لك أنت وياه لشو عم تتوشوشوا؟ بس ما يكون في شي وأنا ما بعرفه. لا 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 ما في شي، عم يسأل إذا لازمنا شي. يلا باي. بعد إذنكم بدي غير السيارة. تفضلي. ما حتحرش فيها. يلا روح هلا. يا ستي أنا ومؤيد كنا عم ناكل وما شفته غير قام بسرعة عن طاولة من غير ما يحكي ولا كلمة، وفجأة صار يركض بالشارع ويا دوبني قدرت لحقه. يعني لو ما أنا لحقته كان إجا لهون ركض. الحقيقة مهند ومؤيد متعلقين ببعضهم، وقبل بمرة كان رح يروح فيها. آه كمان كان السبب معدته؟ مهند كان في عنده مشكلة بمعدته وبعدين عمل عملية، هيك قصده؟ ايه هيك كان قصده على العملية. الله يعافي. عكلن أنا ما عرفت شو بدي ساوي، ركضت ورا دغري، بصراحة ما قدرت أتركه بهالحالة، قلت له تعال أنا بوصلك. خير ما عملتي. منشوفك بانا، شكرا كتير على جيتك. أنتو معكم سيارة؟ إيه معنا. طيب ماشي بكرة أنا جاي أطمن عليه، بلكي بشوفكن هون ومنقعد بنحكي. بانا حبيبتي معلش لا تعذبي حالك، في كتير ناس حوالي. ماشي. لحظة شو دبقة؟ انتي مانك حاسة انه الجو كتير بارد؟ اه روحي. اه يلا يلا يلا. انا مناوبتي حتكون للصبح، اذا احتجتوا اي شيء اضغطوا على الزر. يسلموا. وانت كمان روح. مو على كيفك. مؤيد شبك؟ كتير خفت عليك كتير. لا تخاف علي مثل القرد.